التحدي بيولد فرصة، والأزمة بتولد فرصة. لو احنا كان عندنا الإرادة والاستعداد. في كل أزمة مصر كانت دايماً قد التحدي، لكن النهاردة التحدي أصعب. كل فرصة محسوبة وكل ثانية بتفرق، وعشان نكمل لازم نصنع، وعشان نصنع لازم بإيدينا نخلق الفرص. رؤية مصر 2030 حطت للصناعة أهداف تعدينا الأزمة، وبدأت من سنين رحلة زيادة الاعتماد على المنتج المصري. وعلى مدار سنين حققنا كتير، وصلنا لمعدلات عالية في رفع قيمة الصادرات الصناعية وخفض معدل الواردات وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وفي 2016 مركز تحديث الصناعة مشي أول خطوة في طريق تعميق التصنيع المحلي. البداية كانت افتتاح النسخة الأولى من معرض بلدنا، أول معرض يجمع المصنعين والموردين المحليين في مكان واحد. والنهاردة مركز تحديث الصناعة بيفتتح النسخة الثانية من معرض فرص بلدنا. هدفنا نحدد احتياجات المصنعين ونخلق فرص تصنيع محلي لقطع الغيار المستوردة، والأهم إننا نحقق أهداف برنامج تمكين التصنيع محلياً. البرنامج بيركز على الترويج لفرص الاستثمار الصناعي، وبيهتم بتطوير الموردين المحليين عشان يوصل بيهم لمستوى المنافسة العالمية، وبيعزز من خدمات التصميم الصناعي. وعشان نحافظ على اللي حققناه، مركز تحديث الصناعة بيطلق مبادرة تواصل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي عشان يربط الأبحاث العلمية باحتياجات الصناعة المصرية، وبيجمع كل الأبحاث اللي نقدر ننفذها صناعياً في بنك متكامل للابتكار الصناعي. وعشان صناعة بلدنا قادرة تعدي بينا الأزمة، مركز تحديث الصناعة بيطلق منصة متكاملة للمصانع الحاصلة على علامة الجودة المصرية بكل فخر صنع في مصر. رحلتنا في دعم الصناعة المصرية لسه مكملة، وعشان نبقى جاهزين لبكرة كلنا محتاجين نشتغل مع بعض ونصنع مع بعض. تاني وتالت ورابع نشغل الناس، نزود الناتج المحلي، نقلل فاتورة الاستيراد، وده هو ده السبيل الوحيد اللي يخلي البلد دي تطلع لقدام. عشان نبقى جاهزين لبكرة كلنا محتاجين فرصة.